خلينا نحكي شو هي فقرتنا صحيح. التالية. ما في شيء بينكب قاعدة أساسية عند الأم السورية اللي قادرة تعيد تدوير العديد من المواد الموجودة بالمنزل وتستخدمها بطريقة جمالية وبطريقة بتفيدها دون تكلفة مادية كبيرة. أفكار جديدة مع الحرفية رهف بدوي. بدنا نقول لك يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. يمكن هيك يعني اول ما فتي اعطيتي هيك الاستوديو الوان جديده، يعني دغري فردتي القصص كلياتها، مواد موجوده بالبيت فينا نستثمرها بس بطريقه فنيه. تمام، هو يعني المبدا انه احنا ست البيت متعوده انه دائما بكل وقت بتستهلك اغراض، بتستهلك اشياء، فبيضل عندها يعني بيطلع عندي اغراض بتحسها انه انا ممكن اتلفها او كبها. بس هي اذا رجعت عملت لها اعاده تدوير، هذا اعاده التدوير هلا كثير شيء مهم عندنا، يعني انه انا اي قطعه ما اتلفها استخدمها بشكل ثاني بقدر استفيد منه، بقدر اطلع منه شكل حلو، انه انا اقدر اعرضه، اقدر مثلا احس انه انا ساويت من هي القطعه شغله فادتني، ما انه رميتها او مثلا ساويتها مخلفات. نعم، هلا انا بحب هدول الافكار، خلينا نبلش فيهم ونحكي عن نوعيه الشيء الملزق هون. تمام، هي عباره عن مرتبانات وقت بتفضى كله وقت بتفضى انا ممكن اي تجديد عندي له شكل حلو استخدمه، لزقه، غلف الغطاء تبعه، فبيطلع عندي شكل حلو، ما انا انه ارميه او كبه يعني. اكيد. خلينا كمان شو هون بدنا التجديد عادي، تجديد بس له يعني هي الرسمه الهاديه الرايقه، اي فبقدر انه انا غلف المرطبان واحطه بطريقه حلوه وارجع اعيد استخدامه. يعني هي ملاقط غسيل، وفي ملاقط غسيل اكيد كل ست بيت بيزيد عندها يعني كميه منيحه، فانا اي اكيد هي علبه رجعت لزقت عليها انا الملاقط بشكل حلو، بتحطي ممكن ريحه، ممكن شغله حلوه وبتصمديها. تمام، وضمن الافكار شو هون انت عندك؟ ملاقط غسيل، انا هون عندي معكرونه. معكرونه احنا اليوم حاولنا اعاده التدوير تقريبا اعتمدت عليها انا من اغراض المطبخ. فهي عباره عن اغطيه المرطبانات الزايده، غلفتها بزينتها معكرونه، استخدمت الحبوب وعملتها بشكل حلو، ممكن انا اعلقها بالمطبخ اكيد. يلا هي مشان ناخذها لف كلها. اوكي، شفنا هون المعكرونه وايضا هون عندنا هذا النوع، بس خلينا نشرح شوي. هلا انا رح اقلبها هيك، بس يوسف حقلبها هيك، نحكي هذا بلور او شيء؟ لا، هذا عباره عن اقراص السي دي. سي ديات ممكن تكون تالفه عندك، انا بدل ما اكبها برجع بعمل لها اعاده تدوير، بحط لها هون ورق الايف. تمام، بغلفها من ورا وبحط عليها الزينه، فانا اعتمدت هون الحبوب، اعتمدت حمص، هي حمص. ايوه حمص، واللي على الداير معكرونه بس لها الوان معينه وطلعت قطعه حلوه بقدر انا اعلقها بمطبخي. كمان في قطعه هون ظريفه كمان هيك تعليقه بس بطريقه مختلفه. هلا قلت لك انا اليوم اعاده التدوير من اغراض المطبخ، من اغراض ممكن المعلقه او الشوكه مثلا خلص انه انت مليتي من استخدامها او هي قلت جودتها، ف او مايله خشب او يعني سويناها حملت بشكل قطعه خشب وعلقنا عليها هدول الاشياء. فكره مهضومه. وايضا خلينا نحكي عن نقطه انه مثل هيك افكار هي قديش حلوه انه يتعلموها الاولاد الصغار، او تعدي تشتغليها مع اولادك بالبيت، يعني هي الافكار لست البيت قديش حلوه وقديه الاولاد ما بيأذوا حالهم بمثل هيك تفاصيل. اكيد حتى الطفل لما بيشوف يعني والدته عم تستثمر اي غرض بانه هي مثلا تعيد تدويره، ما تكبه، تعلمه انه فيني انا استفيد منه لو قلت جودته، كثير شيء حلو للطفل، يعني بيبقى عنده طموح انه هو دائما ما يكب، ما يعمل عنده مخلفات، لا انا بستفيد من اي قطعة. خصوصا هلا الوقت بظل جائحه كورونا، فبتلاقي الاهل عم يقعدوا بفترات اطول مع اولادهم، فبيستثمروها بهيك اشياء جميله وبوقت حلو مع بعض. خلينا نحكي عن هي. هلا هي القطعه ممكن انت تحزري مثلا هي من شو معموله؟ غطاء غطاء مرطبان هيدا. تمام، لانه من جوا فيه احمر مشان هيك. هي عباره عن غطاء مرطبان من فوق ومن تحت، وصلناهم بعواد كردون وسوينا منها شمعدان مع شويه زينه بسيطه بتكون موجوده، بتكون يعني بالبيت ما فيكي انت تتكلفي عليها او شيء بهي الطريقه البسيطه. خلينا ننتقل على الاناني. هلا صيف وبنستهلك عصير كتير بقى، واشكال اشكال يعني حلوه، فانا كمان ما بكبها، ممكن تلفيها خيش، تزينيها بالحبوب. هدول فاصوليا كمان. بس عم شوف انه فاصوليا وحمص
بالبقوليات بنزينها بالوان مثلا مرتبه مع الخيط اللي نحن لفينا فيه القنينه، بتطلع عندي القطعه كثير حلوه. او حتى ممكن انا استخدم ما غلفها ارسم، اذا ست البيت بتحب ترسم ممكن انا اعملها مثل بيناتهم يعني هي نفسها بس يوسف هي. بس هون استخدمنا الالوان الزجاجيه ورسمنا، يعني ست البيت اذا بتحب ترسم فيها انه تلون ال فيها تصير فاز للورد يعني تمام. بتحطي فيها بتستخدميها بطريقه مختلفه، يعني هذا عود ببلاستيك ما يعني بتحسي انه انا بشيله بكبه، بس بينما اذا حطيته انا ونمقته بشكل مرتب بيطلع عندي شيء حلو. اكيد هيك من كل الجوانب، ولكن خليني انا ركز على موضوع الرسم. في بعض الرسومات او المواد اللي بنستخدمها ممكن هي تروح اذا جليناها او صح. هيك خلينا نحكي في شيء محدد نحن بنقدر نستخدمه للرسم على الزجاج، خاصه على الصحون على الكاسات تمام. فينا نرسم عليهم وما يروح. هلا هو بالسوق اجمالا يعني في كثير تسهيلات لست البيت، انا عندي الوان بتخص الخشب، الوان بتخص الزجاج، كل ماده لها لون معين. تسهيلات في منهم بيقولوا لي ما عندهم مناكير ممكن يستخدموا، ممكن تستخدمي اي شيء. هلا انا هي القطعه عملتها اكيد ما راح اجنيها، عملتها انه انا اصمدها، فممكن ما تعتمد انه هي تجيب الوان البلور، لا ممكن مثل ما قلت تستخدم المناكير، تستخدم اي شيء يعني عادي وتصمدها ما تعرضها للمي تطلع عندها قطعه كثير. طيب القطعه اللي عندك هلا هيدي شو اذا شيء طاير؟ هلا هي انا حورجيك النموذج لما حيخلص عندك. هلا ست البيت ممكن يزيد عندها فنجان قهوه من الطقم مثلا راح بالتجزير، فانا ما بكبه، ممكن اعمل له اعاده تدوير بهي الطريقه. بجيب الصحن من عندي، بيكون الشوك متوافره كمان بالمطبخ، لانه مثل ما قلت لك اليوم يعني الموضوع عن اعاده التدوير اغراض المطبخ، فانا ممكن لزق الشوكه بهي الطريقه وارجع احط الفنجان ولزقه، فبيطلع عندي بالنهايه هذا الشكل جاهز. فانا غلفت طبعا الشوكه مشان تعطيني شكل حلو، منظر جميل تمام. اي ورد عندك بالبيت صناعي مو لازم، ممكن انت تفتحيه وتعيدي يعني ترتيبه على الصحن او القطعه وتزيني، فبيطلع عندي هذا الشيء بيطلع هون. طب انا بحط القطعه بصمدها وبيعطيني شكل حلو كثير. حديقه هون في كل انواع الجمال بالالوان، حتى الالوان يمكن اخترتي كل قطعه فيها الوان جميله وزاهيه ومع الوان الصيف ولمسه فنيه مختلفه نوعا ما. فينا نقول هي دائما الالوان بتجذب العين، يعني سواء الكبير او الصغير بيحب. هاي شو حتى هون استخدمنا الشوك، شوك البلاستيك موجوده كثير بتكون بالبيت، استخدمها المروحه هلا. حطينا الشوك بطريقه معينه ودخلنا ساتان وزيناها، ممكن انا اعلقها بمكان تابع ممكن للون استخدمها الشوك. ممكن هي بتصير، بس اذا هي من شوك البلاستيك بتطلع عندي قطعه حلوه. فينا نستخدمها كمروحه يدويه ممكن. يعني ممكن انت بتتبعي اللون اللي بتحبيه، بتتبعي الطقم عندك حبيتي تزوقيه بطريقه معينه من هون حتى القطعه. نعم يعني كثير من الافكار اخذناها من المطبخ. بدي ارجع اقول تمام. مثلا مثل هي انا اللي كثير حبيتها، دائما في شيء مطعوج بيكون عندنا فينا نرجع نعمل له اعاده تدوير نستفيد منه، وفينا أحلوي. تماما نزين ونهدي منه اذا عندنا هديه. لا بتكون فيها لمسه خاصه مشغوله بالايد، فبتحسي ايه في لها هيك لمسات. دائما الاعمال اليدويه بشكل عام يعني انه انا هي القطعه هي موجوده عندي بس لانه انا صممتها بايدي، ما ممكن تنزلي تلاقيها بالسوق او تلاقيها مثلا عند اي شخص ثاني الا اذا انت هديتي طبعا. صحيح نعم. رهف البدوي الحرفيه بنتشكرك على وجودك معنا، وانا بشكركم كمان التوفيق وهيك بجميع خطواتك القادمه الفنيه. ومثل ما قلنا يمكن بالبدايه دائما المراه السوريه او السيده السوريه عندها افكار مدبره وجميله بنفس الوقت. شكرا كثير لك. الله يسلمك. شكرا كثير لك يا رهف. وبظل الغلاء اليوم اللي عم نعيشه نحن فينا نعمل افكار هي تزين بيتنا، ناخذهم هديه نستفيد منهم ونلهي اولادنا ايضا بفتره من الفترات. شكرا كثير لك. شكرا لكم وشكرا لاستضافتكم ويسعد صباحكم. شكرا لك.